زيارة أهل البيت. لا لا، زيارة أهل البيت والأولياء والصالحين مستحبة، والتوسل بهم مستحب، الطواف على القبور محرم لأنه لم يشرع لنا، التمسح بالقبور مكروه. إذا واحد قبلها يسأل لماذا تقبل؟ قبلت هذا الضريح، قبلت هذا الضريح لأنه من رسوم الزيارة. نقول لا، بدعة، ليس من رسوم الزيارة تقبيل الضريح. ليش قبلت؟ قال لا، أخذني الحب والشوق. الشوق زي اللي يقبل المصحف، ما تقدر تقول له أنت إنسان قبلت كرتون اللي هو الغلاف. لا، هو ما قبل الكرتون، هو قبل جوه الكرتون. بارك الله فيكم. هذا أيضا يسأل عن القبور حفظكم الله، يقول أنني أرى بعض الناس يذهب إلى القبور ويتمسح بها، وأحيانا يضع بعض الأشياء، فما حكم هذا العمل؟ هذا عمل لا يجوز، وهذه زيارة ممنوعة غير مشروعة. إن كان يريد التبرك بالقبور وطلب الحوائج من القبور فهذا شرك، هذا شرك أكبر، لأنه طلب من غير الله عز وجل في أمور لا يقدر عليها الميت. الميت لا يقدر على شيء، وإنما الميت بحاجة إلى الدعاء، فيزار لأجل السلام عليه والدعاء له، ومن أجل الاعتبار بأحوال الموتى. أما الزيارة التي يقصد بها التبرك بالقبور والتمسح بها وطلب الحوائج من الأموات، هذه زيارة شركية بدعية ولا تجوز. نعم. التوسل بالجاه أو التوسل بحق الشخص أو التوسل بمكانة الشخص عند الله، هذا توسل مبتدع ومحرم، توسل مبتدع ومحرم، وهو وسيلة من وسائل الشرك. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير.